كلاكيت رابع مره سوبر افريقي ما بين مصر والمغرب برعايه الاهلي والرجاء. نادي الاهلي بيضرب بطل دوري ابطال افريقيا، بيضرب موعدا مع نظيره الرجاء المغربي بطل كاس الكونفدراليه الافريقيه على لقب كاس السوبر ان شاء الله بكره في تمام الساعه 7 بتوقيت الدوحه او 7 بتوقيت القاهره. ويحصد وحصد المارد الاحمر لقب دوري الابطال للمره 10 في تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقي بعد فوزه الكاسح بثلاثيه دون رد. اما الرجاء ففاز بلقب كاس الكونفدراليه بعد الفوز على شبيبه القبائل الجزائري في المباراه النهائيه. التقت الانديه المصريه مع المغربيه في ثلاثه مناسبات، وجاء اللقاء الاول بين فريقي الزمالك والوداد المغربي في 2003 وتمكن الزمالك من التغلب على الوداد 3-1، بينما جمع اللقاء الثاني بين الاهلي والجيش الملكي المغربي، دي كانت ماتش بقى يلا 2006 وكان في استاد القاهره. وبالمناسبه مباراه الاهلي والجيش الملكي المغربي شبه بكره بالظبط، اتقال لك الجيش الملكي المغربي ساعتها الاهلي هيكسب كتير والماتش سهل جدا للاهلي ومش عارف ايه، انا كنت بلعب الماتش ده وفاكر الكلام اللي اتقال، ولكن مش عايز اقول لحضراتكم انه واحده من اصعب المباريات اللي اتلعبت او اللي الواحد لعبها في الفتره دي. جيش الملك المغربي كسبناه لو تتذكروا بركلات الجزاء الترجيحيه في الاخر بسبب نفس الكلام والتنويم المغناطيسي اللي كان بيحصل للاهلي في ذلك الوقت. فان شاء الله ان شاء الله بكره يكون الوضع مختلف. أليو ديانج يتربع على قائمة أغلى اللاعبين في السوبر الإفريقي. أليو ديانج ثمنه 3.5 مليون €500,000، بيرسيتاو 3 مليون يورو، الشناوي 3 مليون يورو، أفشا 2 مليون و500,000 يورو، شريف 2 مليون و500,000 يورو. أما بالنسبة لأغلى لاعب في الرجاء المغربي، أنس الزينيتي 1,200,000 يورو، مروان هدهودي 1,000,000 يورو، عبد الإله الحفيظي 875 وعبد الإله مدكور 800,000 يورو، وحميد أحداد لاعب نادي الزمالك الأسبق ب 800,000 يورو. الأهلي بعد 20 سنة على لقب ثالث دوري الأبطال. بعد استعادة النادي الأهلي لأميرته السمراء احتفل النادي الأهلي بمرور 20 سنة على التتويج ببطولة دوري إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد غياب طويل، وذلك بعد الفوز على سان داونز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة. النجم الكبير كابتن خالد بيبو كان هو مسجل الهدف الأول في هذه المباراة، ثم عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي كابتن حسام غالي، والأسطورة عصام الحضري الحقيقة اللي سجل هدف برضو كان صعب جدا، وكابتن النجم الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أيضا صفحة الكاف احتفلت بهذا الإنجاز وعملت تعليق قالت إليكم قصة كيف فاز العمالقة المصريون بأول ألقى بهم الـ7.